بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن رقم 6 الخاص بمادة ماثماتيكس 2 واللي بيتكلم عن تطبيقات التكامل المحدد. في البداية هنتكلم عن مقدمة عن التكامل المحدد والفرق بينه وبين التكامل الغير محدد وبعض الموضوعات المتعلقة بالتكامل المحدد اللي عندي. في الصورة اللي قدامنا ده بيوضح التكامل الغير محدد وهو تكامل الـ f of x dx من غير حدود التكامل عندي. أما المعنى الهندسي للتكامل المحدد هو المساحة أسفل المنحنى، حيث إن أنا بكامل f of x dx على فترة معينة من الـ a للـ b، فهقدر أقول إن التكامل من الـ a للـ b f of x dx تكامل محدد، فكامل الـ f of x عادي أكنها تكامل غير محدد بتساوي الـ f capital of x، بس بعوض بحدود التكامل عندي من الـ a للـ b. تكامل f of x dx هتساوي f capital of x، حدود التكامل من a لل b هعوض الأول عن ال b هيديني f capital of b ناقص هعوض بال a ال f capital of a. شروطها إن يكون ال a الفترة a و b is closed interval حيث ال f of x is bounded عندي، والشرط الثاني إن ال f of x is defined on الفترة المغلقة من الـ a للـ b، أي إن الـ f of x لازم تكون معرفة على الفترة المغلقة من الـ a للـ b. لو في أي شرط من الشروط دي ما تحققش، فأقدر أقول إن التكامل بتاعي عبارة عن improper integral. نيجي لموضوع تاني وهو الـ even function and الـ odd function أو الدالة الزوجية والدالة الفردية. بقول على الدالة بتاعتي even لو حققت لي الشرط إن تكامل من سالب a لـ a f of x dx بيساوي 2 تكامل من الصفر لل a f of x dx عندي. نلاحظ ان حدود التكامل هي بس مختلفة في الاشارة، واحدة سالبة اللي هو الحد الاسفل وواحدة موجبة وهي الحد العلوي اللي عندي. واقدر اقول عن الدالة ان هي odd لو كانت تكامل من سالب a ل a f of x dx بيساوي صفر عندي، بمعنى ان ما يجيني دالة وانا عارف ان هي odd وبتكامل من سالب رقم للرقم نفس الرقم يعني، هقدر أقول مباشرة إن التكامل بتاعها بيساوي صفر بدون أي حاجة. نيجي نطبق الكلام اللي احنا قلناه على exercise 2.8.1 evaluate the following integrals. مثال رقم 1 تكامل من صفر الباي جذر 1 ناقص كوزين 2 x dx، هكامل عادي وفي الآخر بعوض بحدود التكامل عندي من صفر لباي. التكامل من صفر الباي جذر 1 ناقص كوزين 2 اكس دي اكس اللي مسبب لي مشكلة في الدالة هي الجذر اللي عندي ده، فعشان اتخلص منه لازم اتخلص من الواحد ده، فعندي كوزين 2 اكس بتساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس، واخترتها عشان اقدر اعوض او اطير الواحد عندي مع الواحد، فيطلع لي في الاخر جذر 2 تكامل من صفر الباي ساين اكس دي x عندي، تكامل الساين بتساوي سالب كوزين x وحدود التكامل من x بتساوي صفر ل x بتساوي y، بعوض في الأول x بتساوي y في الكوزين وبعد كده ناقص بعوض في x بتساوي صفر، في الآخر هيطلع لي 2 جذر 2 عندي. مثال رقم 3 تكامل من سالب 1 لصفر x أس 3 على x تربيع ناقص 2 x زائد 1 dx. هنلاحظ إن دي دالة أثرية، درجة البسط أكبر من درجة المقام، فهستخدم اللونج ديفيجن علشان أقدر أفصل الجزء الصحيح عن الجزء الكسر، وكامل ده لوحده وكامل ده لوحده. فعندي القسمة المطولة إن أنا هكتب البسط هنا لإكس تكعيب، والمقام هنا لإكس تربيع ناقص الاتنين إكس زائد الواحد، هتقسم أكبر واحد هنا على أكبر واحد هنا اللي هي إكس تكعيب على إكس تربيع يديني إكس، هتضرب الإكس في الدالة دي كلها هيديني الدالة دي. بعد كده هقول ده ناقص ده هيديني 2x تربيع ناقص x، هتقسم أكبر واحد هنا على أكبر واحد هنا هيديني في الآخر 2، الاتنين دي هتضربها في الدالة دي كلها هيديك في الآخر الدالة دي، هتقول ده ناقص ده هيديني 3x ناقص الاتنين. فالدالة بتاعتي في الآخر تكامل من سالب 1 لصفر الجزء الصحيح x زائد الاتنين زائد 3x ناقص الاتنين على x تربيع ناقص الاتنين x زائد الواحد dx، ده الجزء الكسر عندي، فهكامل الجزء الصحيح لوحده اللي هو x تربيع على الاتنين زائد 2x، وهحط حدود التكامل من x بتساوي سالب 1 لx بتساوي 0.
زائد الاي واحد، والاي واحد ده بيمثل تكامل الجزء الكسري اللي عندي اللي هو 3x ناقص 2 على اكس تربيع ناقص 2x زائد الواحد. بعد كده بعوض التعويض ده، الصفر الاول وبعد كده ناقص سالب واحد، بعد كده هيديني في الاول صفر ناقص نص ناقص الاتنين جوه القوس زائد الاي واحد اللي هنكمله بعد كده لوحده، هيديني 3 على 2 زائد الاي واحد، حيث الاي واحد هيساوي تكامل من سالب واحد لصفر 3x ناقص الاتنين على اكس تربيع ناقص الاتنين اكس زائد الواحد دي اكس. دي دالة كسرية، درجة الأس بتاعة البسط أقل من درجة المقام، فهستخدم البارشال فراكشنز. ليه؟ لأن المقام عندي قابل للتحليل، أقدر أحلله لقوسين، فهلاقي إن 3x ناقص الاتنين على x تربيع ناقص الاتنين x زائد الواحد المقام اتحلل له نفس القوس بس متكرر اللي هو x ناقص الواحد لكل تربيع. فالحالة دي كنت بستخدم لها إن أنا أحط ثابت على القوس بدون أي أس زائد ثابت على القوس تربيع، فهوحد المقامات على المقام الكبير اللي هو إكس ناقص الواحد لكل تربيع، هيديني البسط A في إكس ناقص الواحد زائد الـ B. المقام ده بيساوي المقام ده، إذن البسط ده هيساوي البسط ده عندي. فتلاتة إكس ناقص الاتنين بتساوي A مضروبة في إكس ناقص الواحد زائد الـ B. علشان أجيب المتغيرات دي أو الثوابت دي A والـ B فهعوض بأرقام، ويفضل تعوض بأرقام بحيث إن أنت تقلل عدد المتغيرات في المعادلة اللي هت إيه اللي هتفضل. بمعنى إن أنا بعوض وليكن بإكس بتساوي صفر علشان أتخلص من الـ A ويفضل الـ B بتساوي واحد، وعوض عن الـ X بتساوي صفر ده أبسط رقم علشان يديني الـ A بتساوي 3. ففي الآخر هيديني تكامل من سالب واحد لصفر 3 على x ناقص الواحد زائد واحد على x ناقص الواحد لكل تربيع دي اكس. تكامل الأولانية تساوي ln المقام اللي هو ln افتح مقياس x ناقص الواحد، والمقياس ده عشان يخلي القيمة دايما اللي جوه ln موجب عندي، سالب تكامل واحد على x ناقص الواحد لكل تربيع دي هتطلعها فوق ب x ناقص الواحد لكل أس سالب 2، هتزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد هيديك سالب واحد على x ناقص الواحد، وتحط حدود التكامل بتاعتك من x بتساوي سالب واحد ل x بتساوي صفر. أعوض في الأول عن x بتساوي صفر هنا، وبعد كده أعوض ناقص x بتساوي سالب واحد هنا، فهيديك في الآخر الناتج نص ناقص 3 لن 2. نيجي لمثال رقم 5، تكامل من صفر للن 4، ده اللي عبارة عن اي اس تي على جذر اي اس 2 تي زائد 9 دي تي، فهكامل عادي وفي الآخر أعوض بحدود التكامل عندي من صفر للن 4. فالدالة اي اس تي على جذر اي اس 2 تي زائد 9 اللي مسبب لي مشكلة هو الاي اس تي عندي، فهتلاحظ إن اي اس تي مشتقتها مضروبة في الدي تي فوق. هستخدم طريقة السبستيوشن إن أنا هفرض متغير جديد اسمه يو بتساوي إي أس تي، حيث الدي يو هتساوي إي أس تي دي تي. طالما حطيت متغير جديد عندي فلازم أغير حدود التكامل عندي بالنسبة للمتغير الجديد اللي هو يو، أو لو حبيت تسيب حدود التكامل زي ما هي فلازم بعد ما تكامل في الآخر خالص رجع اليو لأصلها دالة في التي وعوض بالحدود القديمة عندك. فهنقول إن لو t بتساوي صفر عوض في الدالة دي يديك اليو بتساوي واحد، لو t بتساوي ln 4 عوض في الدالة دي يديك اليو بتساوي 4. إذن الدالة بتاعتي هتبقى تكامل من صفر ln 4 e أس t على جذر e أس 2 t زائد 9 دي t، حدود التكامل اتغيرت بقت من 1 ل 4، ال e أس 2 t بقت u تربيع وال 9 تنزل زي ما هي، وال e أس t في ال dt هيديني du في الآخر. فالدالة دي أقرب لمين؟ للشاين ماينس 1. فهحولها للشاين ماينس 1 إزاي؟ إن أنا هخلي ده بواحد، هاخده عامل مشترك، هيطلع بره الجذر بتلت أهو، وأدي التكامل من 1 لـ 4، وهنا مفيش 9 بقى هتبقى يو تربيع على 9، هتدخل جوه التربيع بيو على 3 لكل تربيع عندي، فأصبح عندي التكامل بيساوي شاين ماينس 1 للزاوية بتاعت اللي هي يو على 3 عندي. ليه؟ لأن مشتقة الزاوية موجودة فوق أهي، عشان كده التلت ده اختفى، وحدود التكامل من يو بتساوي واحد ليو بتساوي 4. فعوض عن الأول يو بتساوي 4
يبقى هتبقى شاي ماينس 1 4 على 3 ناقص، عوض عن اليو بتساوي 1، هتبقى شاي ماينس 1 لتولت عندي. نيجي لمثال رقم 7، تكامل من 1 ل اي لن اكس دي اكس. عندي هكامل نفس برضو الاسلوب تكامل عادي، وفي الاخر اعوض بحدود التكامل عندي من 1 ل اي. احنا كنا بنقول لما تظهر الدالة لن اكس سواء لوحدها او معاها دالة تانية، ساعتها بستخدم الباي بارتس، بحيث ان انا بفرض دايما اليو هي اللين اكس عندي، والفي او الدي في بتساوي دي اكس عندي. فهشتق اليو بدي يو، اشتقت اللين اكس بدي اكس على اكس، تكامل الدي في بفي، تكامل الدي اكس باكس، تكامل دايما كان بيساوي يو في الفي ناقص الفي دي يو عندي، فهتساوي تكامل من 1 ل اي لن اكس دي اكس هيساوي اكس لن اكس. وحدود التكامل بتاعتي طالما كملت لازم تحط حدود التكامل عشان تعوض بيها، اكس بتساوي 1 لاكس بتساوي اي سالب تكامل الفي دي يو اللي هي دي اكس على طول، لان الاكس هتطير مع الاكس اللي هنا، فهتعوض بحدود التكامل باكس بتساوي اي اهي، باكس بتساوي 1 اهي، تمام كده. وبعد كده بكامل الدي اكس بتساوي اكس، وحط حدود التكامل بتاعتك وعوض، هيطلع لي في الآخر بتساوي 1. نيجي للشق الثاني من سكشننا النهاردة، وهو الامبروبر انتجرالز أو التكاملات المعتلة. بقول على التكامل المحدد من الـ a للـ b للـ f of x dx اكس عبارة عن امبروبر انتجرال لو كانت الدالة بتاعتي infinity عند نقطة أو أكثر في الانترفال بتاعتي دي اللي هي من a لـ b، أو حد من حدود التكامل الـ A أو الـ B أو الاتنين مع بعض بيساوي موجب أو سالب ما لا نهاية عندي. صور التكاملات المعتلة تنقسم لثلاثة. أول صورة بالنسبة لي إن يكون عندي قصور في حدي التكامل أو في واحد في حد واحد منهم، إن أنا عندي لو تكامل من الـ A للما لا نهاية f of x dx القصور في الحد العلوي، أو تكامل من سالب ما لا نهاية للـ B الـ f of x dx القصور عندي في الحد السفلي، أو تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية الـ f of x dx القصور عندي في الحدين مع بعض. فأول حالة بالنسبة لي حولها الليمت لـ c تقول لما لا نهاية، تكامل من الـ a وأشيل الما لا نهاية وأحط الـ c f of x dx، بكامل عادي وفي الآخر بعوض بعمل إيه إجراء عليه للليمت اللي عندي. تاني حالة تكامل من سالب ما لا نهاية لل b لل f x dx، أقول ليميت لما c تقول لسالب ما لا نهاية وأشيل السالب ما لا نهاية وأحط c عندي في حدود التكامل، يبقى تكامل من c لل b f of x dx، بجري عملية التكامل وفي الآخر بجري عملية الليميت بتاعتي عندي. بعد كده التكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية القصور عندي في الحدين، فأقول ليميت لما b تقول لما لا نهاية أو c تقول لما لا نهاية، يبقى تكامل من سالب c ل c عندي ل f of x dx، بعمل عملية التكامل وفي الآخر بخلص الليميت عندي. تاني صورة إن يكون عندي الدالة بتاعتي is discontinuous أو غير متصلة عند حد من حدود التكامل عندي ال a أو ال b. فعندي تكامل من a لل b ل f of x dx، ساعتها بقول limit لما c تقول لل a من جهة اليمين، لو كانت ال a هي مش متصلة عندها الدالة، يبقى تكامل هشيل ال a واحط ال c لل b ل f of x dx. طيب لو كانت ال b هي اللي كان الدالة مش متصلة عندها، اقول limit لما c تقول لل b من جهة اليسار، تكامل من الـ a واشيل الـ b واحط مكانها الـ c لـ f of x dx. الصورة التالتة عندي إن يكون الدالة بتاعتي غير متصلة عند نقطة موجودة داخل الفترة بتاعتي من الـ a للـ b، ساعتها التكامل بتاعي بقسمه لتكاملين، من الـ a للـ c اللي هي النقطة اللي عندي فيها مشكلة أو الدالة غير متصلة عندها، زائد تكامل من الـ c للـ b، وأعمل نفس الحكاية اللي عملتها في النوع الأول التاني، اللي هو تكامل من الـ B تقول للـ C من جهة اليسار، تكامل من الـ A وأشيل الـ C وأحط مكانها الـ B f of x dx، زائد تكامل أو limit لما B تقول للـ C من جهة اليمين أشيل الـ C وأحط مكانها الـ B، يبقى تكامل من الـ B للـ A للـ B for book f of x dx عندي.
نيجي نطبق الكلام اللي احنا قلناه على exercise 2.8.2، مثال رقم 1 تكامل من صفر ما لا نهاية x e أس سالب x تربيع dx. نلاحظ ان ده تكامل معتل القصور موجود في الحد العلوي وهو ما لا نهاية، فهقول تكامل من صفر ما لا نهاية x x e أس سالب x تربيع dx هيساوي limit لما c تقول لما لا نهاية تكامل من صفر واشيل الما لا نهاية واحط مكانها c x e أس سالب x تربيع dx. هستخدم طريقة substitution method إن أنا هفرض إن اليو بتساوي سالب الـ x تربيع، وحيث الـ du هتساوي سالب 2 x dx. طالما دخلنا متغير جديد عندي فلازم أغير حدود التكامل وأشتغل على الحدود الجديدة، أو أستمر بالحدود القديمة وقبل ما أجي أعوض أحول اليو لأصلها كدالة بالـ x. فالتكامل بتاعي هيساوي سالب نص limit لما c تقول لما لا نهاية تكامل من صفر للـ c e أس u du. جت منين؟ إن الـ x مضروبة في الـ dx، شلتها وحطيت مكانها du، الـ e أس سالب x تربيع هتبقى e أس u عندي. تكامل الـ e أس u بـ e أس u وحدود التكامل ما زالت x بتساوي صفر و x بتساوي c. ليه؟ لأن أنا ما جبتش حدود جديدة، فهشتغل عليها وأحول الـ e أس u لأصلها وأشيل كل u وأحط مكانها e أس سالب x تربيع، وحدود التكامل من x بتساوي صفر لـ x بتساوي c. أعوض في البداية عن الـ x بتساوي c هيديني e أس سالب c تربيع، ناقص أعوض عن الـ x بتساوي صفر هيديني e أس صفر بواحد. كل ده داخل الليمت لما c تقول لما لا نهاية. فهقول الليمت عشان أجيبها أول حاجة بفكر فيها هي التعويض المباشر، هيديني e أس سالب ما لا نهاية هيديني واحد على ما لا نهاية اللي هي بصفر، سالب واحد في سالب نص هيديني النص عندي. مثال رقم 3 تكامل من صفر لاتنين دي اكس على واحد ناقص الاكس، هنلاقي ان ده تكامل معتل القصور موجود فين؟ في نقطة داخل الفترة من صفر لاتنين اللي هي واحد. ليه؟ لأنه أصفار مقام عندي هو الواحد. فهقول ان تكامل من صفر لاتنين دي اكس على واحد ناقص الاكس هيساوي، هقسمها لتكاملين من صفر لواحد اللي هي النقطة اللي عندي فيها مشكلة، زائد من واحد لاتنين عندي اللي هي اي واحد زائد اي اتنين. فهشتغل على اي واحد اللي هو تكامل من سي تقول لواحد من جهة اليسار، تكامل من صفر للسي ان انا شلت الواحد وحطيت مكانها سي دي اكس على واحد ناقص الاكس. فالتكامل ده عبارة عن لين المقام محطوط جوه مقياس علشان اضمن ان اللي جوه اللين يكون موجب دايما، وحدود التكامل من اكس بتساوي صفر لاكس بتساوي سي. فهعوض في البداية عن الاكس بتساوي سي هيديني لين واحد ناقص السي داخل المقياس، أعوض عن الإكس بتساوي صفر هيديني لن واحد، لن واحد ده هيديني صفر هيديني ليميت لما سي تقول الواحد من جهة اليسار، لن واحد ناقص سي داخل المقياس عندي. فأول حاجة بفكر فيها في الليميت التعويض، أما تيجي تعوض هتديني لن واحد ناقص الواحد اللي هي لن بصفر، لن صفر من جهة اليسار بالنسبة للواحد هيديك سالب ما لا نهاية. هيديني إن أي واحد ده عبارة عن دايفرجنت. ليه؟ لأن الليمت doesn't exist. فأقدر أقول إن التكامل كله من صفر لاتنين دي إكس على واحد ناقص الإكس is divergent عندي. لو كانت واحد بتساوي قيمة هتجيب أي اتنين. طيب يبقى طالما أي واحدة فيهم بتساوي موجب أو سالب ما لا نهاية ما تكملش وتقول إن التكامل كله divergent عندي. نيجي لمثال رقم 7 تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية 1 على e أس x زائد e أس سالب x dx. نلاحظ إن ده تكامل معتل القصور موجود في حدي التكامل عندي، فأقول إن تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية dx على e أس x زائد e أس سالب x هتساوي ليميت لما c تقول لما لا نهاية، وأشيل الما لا نهاية من حدود التكامل وأحط تكامل من سالب c ل c dx على e أس x زائد e أس سالب x. فهاخد e أس سالب x عامل مشترك من المقام وأطلعه فوق في البسط b أس x عندي، فيصبح التكامل ليميت لما c تقول لما لا نهاية تكامل من سالب c ل c e أس x dx على e أس 2 x زائد الواحد. استخدم طريقة substitution method إن أنا أعوض ب u بتساوي e أس x، حيث ال du هتساوي e أس x dx. طالما حطينا متغير جديد فالمفروض إن أنا أغير حدود التكامل، أو أسيبها زي ما هي وفي الآخر بعد ما أعمل عملية التكامل أرجع اليو لأصلها كدالة في الإكس وأعوض بحدود التكامل الأصلية.
فهتساوي ليميت لما سي تقول لما لا نهاية تكامل من سي من سالب سي لسي الـ إيوس إكس دي إكس اللي في البسط هتساوي دي يو، إيوس 2 إكس اللي في المقام هتساوي يو تربيع زائد الواحد هتنزل زي ما هي. فالتكامل ده هيساوي تام ماينس 1 لليو، وحدود التكامل الأصلية إكس بتساوي سالب سي وإكس بتساوي سي. فهشيل اليو وأحط مكانها إيوس إكس، وأعوض بعد كده بحدود التكامل بتاعتي مرة بالسي إكس بتساوي سي ناقص إكس بتساوي سالب سي عندي، فهيديني تام ماينس 1 لإي أس سي سالب تام ماينس 1 لإي أس سالب سي عندي. فما أجي أعوض في الليمت عندي هيديني إي أس ما لا نهاية بما لا نهاية تام ماينس 1 للما لا نهاية هيديني باي على الـ. طيب تام ماينس 1 لإي أس سالب ما لا نهاية، إي أس سالب ما لا نهاية بكام؟ بصفر، لأن 1 على ما لا نهاية بصفر. يبقى تام ماينس 1 للصفر هيديني صفر، باي على 2 ناقص الصفر هيديني باي على 2. لما اجي ارجع للتكامل بتاعي كداله هنلاحظ ان دي تكامل من سالب الرقم للرقم نفسه، والداله دي لما تيجي تختبرها بشرط الايفن فانكشن هتلاقيها داله زوجيه. فممكن اعوض واقول ان التكامل بيساوي 2 تكامل من صفر لما لا نهايه دي اكس على ايوس اكس زائد الايوس سالب اكس. فممكن تعتبر ده اختبار ليك ان انت تشوف التكامل ده في النهايه هل هيطلع بباي على 2 ولا لا. مثال رقم 9، تكامل من صفر لواحد اكس لان اكس دي اكس. لاحظ ان ده تكامل معتل، القصور موجود في الصفر او في حد التكامل السفلي، لان ما اقدرش اعوض بيه داخل اللين لانه بيديني ما لا نهايه. فهقول ان تكامل من صفر لواحد اكس لان اكس دي اكس بيساوي ليميت لما سي تقول الصفر من جهه اليمين، هشيل الصفر واحط مكانها السي، يبقى تكامل من السي للواحد اكس لين اكس دي اكس. التكامل ده طالما ظهر فيه لين فبستخدم طريقة الباي بارتس، انا هفرض دايما اليو هي اللي بتساوي لين اكس، والدي في هتساوي اكس دي اكس. هشتق اليو بدي يو، هشتق لين اكس بدي اكس على اكس، كامل الدي في بفي، فكامل اكس دي اكس بتساوي نص اكس تربيع عندي. التكامل بتاعي بيساوي يو في الفي ناقص الفي تكامل الفي دي يو. طيب اليو في الفي هتديني ايه؟ نص اكس تربيع لان اكس وحدود التكامل بتاعتي من اكس بتساوي سي لاكس بتساوي واحد. سالب تكامل الفي دي يو هيديني نص في تكامل من سي لواحد اكس دي اكس عندي، كل ده داخل الليمت لما سي تقول للصفر من جهة اليمين. فهعوض بحدود التكامل اللي هنا مرة بإكس بتساوي واحد ناقص، والمرة التانية إكس بتساوي سي. فنص معوض بواحد هنا هيديني لن واحد، سالب معوض هنا بالسي هيديني سي تربيع لن سي يعني. تكامل الإكس هتساوي نص إكس تربيع مع النص اللي بره يديني ربع، يبقى ربع إكس تربيع. وحدود التكامل إكس بتساوي سي لإكس بتساوي واحد عندي. فاما تيجي هنلاقي لن واحد هتساوي صفر، فيديني نص في سالب سي تربيع لن سي هتنزل زي ما هي. بعد كده معوض بواحد في الاول هيديني ربع، مع السالب يديني سالب ربع، سالب سالب يديني موجب، عوض بالسي هيديني سي تربيع على الاربعة، كل ده داخل الليمت لما سي تقول للصفر من جهة اليمين. لما اجي اعوض تعويض مباشر في الليمت الاحظ ان التعويض هنا هيديني صفر على الاربعة بصفر، أما هنا هيحصل لي مشكلة لأن صفر في ما لا نهاية كمية غير معرفة، فأعوض في ده في الأول وأخلصه هيديني نص ليميت لما سي تقول للصفر من جهة اليمين لن سي، وهخلي السي تربيع دي عبارة عن واحد على سي تربيع. ليه؟ عشان لما أجي أعوض هلاقيها لن صفر بما لا نهاية واحد على صفر بما لا نهاية هيديني ما لا نهاية على ما لا نهاية، أقدر أستخدم قاعدة لوبيتال عندي. قاعدة لوبيتال للتذكرة كنا بنشتق البسط لوحده واشتق المقام لوحده وبعد كده عوض، لو طلع برضو صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية استخدمها تاني، يا إما تطلع القيمة مباشرة فما بستخدمهاش تاني. فالنص هتنزل زي ما هي، ليميت لما سي تقول للصفر من جهة اليمين، واشتقة البسط بواحد على سي، اشتقة المقام بسالب واحد على سي تكعيب، سالب ربع هتنزل زي ما هي. عوض أو لخص أو اختصر الحتة دي أو المقبسط والمقام ده هيديك سالب سي تربيع.
فمعوض بالليمت هيديني صفر، فالقيمة دي هتطلع كلها بصفر، هيفضل لي في الآخر سالب ربع عندي. مثال رقم 11، تكامل من صفر البيع لاتنين تان اكس دي اكس. هنلاحظ ان ده تكامل معتل، القصور موجود في الحد العلوي وهو بيع لاتنين، لان تان بيع لاتنين هيديني ما لا نهاية عندي. فأقول إن تكامل من صفر البيع لاتنين تان اكس دي اكس هيساوي ليميت لما سيتا اقول لبيع لاتنين من جهة اليسار، تكامل من صفر هشيل البيع لاتنين واحط السي، التان اكس هقول ان هي بتساوي ساين اكس على كوساين اكس دي اكس علشان اقدر اكملها، فاقول ان البسط مشتقة المقام، فهيساوي ليميت لما سيتا اقول لبيع الاتنين من جهة اليسار سالب لين كوساين اكس داخل المقياس، وحدود التكامل بتاعتي من اكس بتساوي صفر لاكس بتساوي سي. هعوض مرة بسي، هشيل الاكس واحط مكانها سي، سالب سالب يديني موجب، وعوض عن الاكس بتساوي صفر، كوزين صفر هيديني واحد، لان واحد هتساوي صفر، لان كوزين سي اللي هي معوض عن البيع الاتنين، كوزين بيع الاتنين يديني صفر، لان صفر هيساوي سالب ما لا نهاية مع السالب يديني موجب ما لا نهاية عندي. إذن التكامل من صفر البيع الاتنين تان اكس دي اكس is divergent عندي. ليه؟ لأن أو الليميت بتاعتي doesn't exist. مثال رقم 12، find the values of b for which the integral converges. تكامل من 2 لما لا نهاية، 1 على x مضروبة في ln x الكل و cb dx. معنى الكلام ده إن أنا بيقول لي هات قيمة ال b اللي تخلي إن التكامل ده convergent عندي. فهقول إن هفرض إن ال u بتساوي ln x، حيث du هتساوي dx على x. أنا دخلت متغير جديد، يبقى لازم أحط حدود تكامل جديدة عندي. فأقول عند ال x بتساوي 2 اللي هو حد السفلي، أعوض بيه فوق يديني ال u بتساوي ln 2. عند ال x بتساوي ما لا نهاية، أعوض بيها فوق هيديني u بتساوي ما لا نهاية. فالتكامل عندي من 2 لما لا نهاية، 1 على x ln x الكل أس ب dx، هيبقى تكامل جديد بحدود التكامل الجديدة لأن 2 لحد ما لا نهاية، الدي اكس هتساوي أو الدي اكس على الاكس هتساوي دي يو، ln اكس هتساوي اليو، والبي هتنزل زي ما هي. هتلاقي إن ده من ضمن أو تطبيق على الملحوظة اللي موجودة عندك في الكتاب، اللي بتقول لو أنا عندي الحد ده السفلي أكبر من الواحد، إذن التكامل بتاعي is convergent لكل بي أكبر من الواحد.